أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه شرف وشرف بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال 7 سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث تمتلك شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد يجمع بين الحكمة والقوة. وأضاف الرئيس أن المستشارة الألمانية أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجاه وطنها وشعبها وأوروبا والعالم، مؤكدا أن مصر حكومة وشعبا لن تنسى ما قامت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية ودورها البارز في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.